يعني الحكومة العراقية كما يقال بالمثل العراقي صايرة مثل بلاعة الموس، لا هي تستطيع أن تؤيد ما ذهبت إليه وزارة الخارجية نعم الأمريكية، على اعتبار أن ذلك يثير حفيظة ويثير ضغينة الفصائل المسلحة، وهو طبعا كما نعرف يعني أعجز من أن يواجهها طيب حتى بالكلام. وإذا أراد أن يعني يقف إلى جانب الفصائل، وهو يعرف جيدا أنها متورطة في العبث بأمن الدولة وبأمن البلاد، طبعا طيب راح يثير ضغينة الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنه في زيارته الأخيرة إلى واشنطن وعد الإدارة الأمريكية بأنه سيضبط السلاح خارج سلطة الدولة، سيضبطه تحت إمرته. فإذا هو حقيقة بين نارين، بين أن يتحدث أو أن لا يتحدث. طيب يبدو لي أنه التزم الصمت، يعني الحكومة التزمت الصمت على مستويين، يعني المستوى الأول هو ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، والمستوى الثاني هو ما صرحت به السفيرة المرشحة، السفيرة الأمريكية الجديدة المرشحة لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد. الكل استغرب من صمت الحكومة وعدم يعني إبداء أي وجهة نظر سلبية أو إيجابية أو حتى تعليق، يعني أو طيب حتى تعليق مثلا على الفيسبوك أو على التويتر على سبيل الفرض، حتى نعرف أن يعني حتى العراقيين يعرفون أنهم يعني أن في العراق حكومة، في العراق حكومة، في العراق طيب دولة تدافع عن مصالحها وتدافع عن سيادتها وتدافع عن كرامتها وتدافع عن هيبتها، يعني لهذه الدرجة هم